نقدم لكم مجموعة من تقنيات الإنشاءات الجاهزة للمدن الصغيرة ومتوسطة الحجم. في الوقت الراهن أصبح الوضع من حيث توفير المنازل للأشخاص أفضل مما كان عليه منذ عدة عقود، ومع ذلك ووفقاً لعدة مصادر لا يزال أكثر من 60% من الأسر حول العالم يحتاجون إلى إجراء تحسينات على ظروفهم المعيشية. ومن أجل حل هذه المشكلة طورنا مجموعة من التقنيات لبناء أحياء صغيرة ومدن صغيرة جاهزة. فباستخدام التكنولوجيا الخاصة بنا لن يستغرق بناء مدينة تستوعب 20,000 شخص شاملة كافة البنى التحتية أكثر من عامين. علاوة على ذلك لن تكون المنازل في مثل هذه المدينة منخفضة التكلفة وأكثر راحة من تلك المعروضة في السوق المعاصر فحسب، بل ستلبي أيضاً المعايير الدولية الحديثة من حيث ترشيد الطاقة. يتمثل الابتكار الرئيسي لنا في تكنولوجيا إنتاج ألواح حوائط عامة واستخدامها لبناء مباني متراصة موحدة مصنعة مسبقاً. باستخدام هذه الألواح يستغرق بناء مبنى سكني من 10 طوابق شهرين فقط عند الاستعانة بطاقم مؤلف من 10 عاملين. كذلك تقل الأعمال اليدوية الشاقة إلى أدنى حد، فيما ترتكز مهمة عامل الإنشاء في الأساس على تحميل وتفريغ كابلات الرافعة. تتيح تكنولوجيا الإنشاء الحديثة إنشاء جدران غير مشطبة فقط، إلا أننا سنشيد المباني بجدران مشطبة بالفعل من الداخل والخارج. تتيح التكنولوجيا الخاصة بنا أيضاً إنشاء مباني متينة وآمنة من الزلازل تتألف من 50 طابقاً، ويتم تحقيق ذلك بفضل الطبيعة المترصة الموحدة للإنشاء والحوائط السياجية الخفيفة وكثرة عدد الأعمدة بطول محيط المبنى. تتسم عملية إنتاج الألواح بأنها مؤتمتة بالكامل ولا تحتاج سوى أدنى حد من المشاركة البشرية. يمكن لمصنع واحد إنشاء حوالي 3,000 لوح في اليوم، وهذا المعدل أكبر بعشرات المرات من معدل الإنتاج في معظم مصانع الخرسانة المسلحة في أوروبا. وهذا يكفي لبناء مبنى سكني بمساحة 50,000 متر مربع في اليوم أو 15 مليون متر مربع في العام. تتميز التكنولوجيا الخاصة بنا بقدرتها على استخدام قوالب بلاستيكية رقيقة قابلة لإعادة الاستخدام لسبك ألواح الحوائط المعززة، ويمكن استخدام هذه القوالب البلاستيكية لآلاف المرات، وبمجرد استهلاكها أو عدم صلاحيتها لأسباب تقنية يمكن تكسيرها إلى قطع بلاستيكية صغيرة، ويمكن استخدامها في تصنيع قوالب جديدة. كما سمحت لنا إمكانية معالجة البلاستيك عدة مرات بتقليل تكلفة إنتاج الألواح إلى حد كبير. تتيح التكنولوجيا الخاصة بنا سبك الألواح بأي شكل فعلياً، وهذا يبسط ويسرع زمن تحضيرها وإعدادها بشكل كبير. وبفضل استخدامنا للأعمدة الحاملة بمقاطع وأعداد مختلفة يمكننا إنشاء مباني ذات عدد كبير من الطوابق حتى في المناطق التي تنشط فيها الزلازل. من المميزات الأخرى للتكنولوجيا الخاصة بنا هي إمكانية استخدام سيارات شحن عادية لنقل ألواح الحوائط الجاهزة إلى مواقع الإنشاء، وهذا يسمح لنا بالاستغناء عن استخدام طرق نقل مخصصة عالية التكلفة، ومن ثم تقليل تكاليف النقل بدرجة كبيرة. ولقد صممنا ألواح الحائط الخاصة بنا بطريقة تسمح بإنتاجها في أي مكان في العالم باستخدام مواد خام محلية متنوعة، ومن ثم يمكننا صناعة الألواح من مجموعة متنوعة من مواد الخرسانة الخفيفة مثل خرسانة كيرمازايت والخرسانة الخلوية وخرسانة الحجر البركاني وخرسانة الفيروميكلايت وخرسانة الرغوة الإنشائية والخرسانة الزجاجية المقواة، وحتى أنواع الخرسانة التي تستخدم الكريات والنشارة والبرادة والقش والسيليلوز والخيش أو حتى الألياف النسيجية. كما يمكننا استخدام كافة الأنواع المعروفة حالياً للعزل الحراري، يشمل ذلك العزل بالسائل وبالجزيئات والعزل بالألياف. وبالتالي فالمبنى المشيد باستخدام التكنولوجيا الخاصة بنا سيكون أرخص بكثير من المبنى المشيد بالطرق المعروفة الأخرى. على سبيل المثال يحتاج طابق بمساحة أرضية 800 متر مربع إلى 40 عمودا مقوى و40 لوحا و40 إفريزا، بالإضافة إلى 270 مترا مربعا من الحوائط الحاملة و36 نافذة ووحدات التدفئة وكابينة كهربائية و800 متر مربع من التغطية الخرسانية.
مع الوضع في الاعتبار تكلفة مصعدين ومسارين من السلالم بالإضافة إلى الأساس والسقف، فإن تكلفة متر مربع من مساحة المعيشة تبلغ 205 دولاراً أمريكياً فقط. وفي حالة ثبات أسعار المواد على مستوى الدولة يمكن تخفيض التكلفة إلى 150 دولاراً لكل متر مربع من مساحة المعيشة. تتميز ألواح الحوائط الخاصة بنا بأنها ألواح عامة، كما يتيح سمكها إنشاء مبان بمخططات طوابق متنوعة، الأمر الذي يتعذر تحقيقه مع الإنشاءات المعتمدة على الألواح التي تستخدم ألواحاً كبيرة. علاوة على ذلك، يصنع جزء الواجهة الخاص باللوح على شكل قالب في المصنع خلال عملية الإنتاج، وهذا يتيح تغيير نوع اللوح بسرعة وبشكل غير مكلف دون الإخلال بمظهر المبنى لضمان التنوع المعماري للمدينة. لقد قمنا أيضاً بتطوير واختبار حوالي 500 نوع مختلف من الواجهات والشرفات، والتي تتيح الحصول على عدد لا نهائي من التوليفات لواجهات المباني. يعرف كافة المهندسون المعماريون أن الشرفات تمثل أحد أهم الأجزاء لشكل الواجهة، كما أن الشرفات تغير مظهر المبنى، وبفضل التنوع الكبير في أشكال الشرفات والألواح يمكننا بناء الآلاف من المدن مع مراعاة عدم التشابه بين أي واحدة منها. نحن نتفهم أن التكنولوجيا وحدها لإنشاء المباني بسرعة وبشكل غير مكلف لا يكفي لبناء مدينة ملائمة فعلياً للعيش، لذلك وضعنا عدداً من التفاصيل التي نرغب في مناقشتها الآن. لقد قمنا بإعداد البنية التحتية للمدن الخاصة بنا بالتفصيل للتأكد من تحقيق أفضل استخدام فعال لكل متر من المساحة القابلة للاستخدام، وقمنا بتصميم أكثر من 500 مخطط مختلف للمدن، ويمكننا اختيار أي نوع من المدن لكل منطقة في الدولة، والذي يضع في الاعتبار الفروق في المناخ والطبوغرافيا والثقافة الفريدة للسكان. على الرغم من أن مخطط كل مدينة يعتبر فريداً، إلا أنها جميعاً متزنة وفق نفس المبادئ المصممة لضمان التوزيع المثالي للسكان في المنطقة المتاحة. تنقسم المدن إلى ساحات، وفي وسط كل ساحة توجد مدرسة حديثة وحضانة، وتحتوي كل ساحة على جراج تحت الأرض من مستويين ومنطقة انتظار. كما تم تخطيط مسارات النقل في المدينة بعناية بنفس الطريقة لتجنب الازدحامات المرورية، ويوجد خط نقل مؤتمت تحت الأرض يتصل بكل مبنى سكني، والذي يسمح للسكان إرسال واستلام الطرود متوسطة الحجم بدون مغادرة شققهم. وفي منطقة وسط المدينة توجد العديد من المتاجر الوظيفية وسبل الترفيه ومجمع الأعمال، الذي يحتوي على المكاتب والمتاجر وموفري خدمات العملاء ودور السينما ومنشآت الترفيه وبالطبع المقاهي والمطاعم. علاوة على ذلك توجد مطاعم الخدمة السريعة، حيث يمكن للعملاء الحصول على الأطباق المطهية في غضون دقيقة من تقديم الطلب بفضل الأتمتة الكاملة. وعلى أطراف المدينة يوجد متجر التسوق بالسيارة، وهو متجر يتيح للعملاء القيام بالشراء بدون مغادرة سياراتهم. ونحن على ثقة بأن العملاء الذين لا يرغبون في قضاء الكثير من الوقت في التسوق سوف يقدرون فعلاً مثل هذا النوع من المتاجر. تحاط المدينة بحلقة من الصوبات الزجاجية متعددة الطوابق، وتتسم عملية إنضاج المحاصيل بأنها مؤتمتة بالكامل ولا تتطلب أي تدخل بشري. وبفضل استغلال المساحة بكفاءة عالية، يمكن لهذه الصوبات الزجاجية توفير الفاكهة والخضروات الطازجة إلى السكان طوال العام. تتيح التكنولوجيا الخاصة بنا إنشاء أحياء صغيرة بسرعة وبشكل غير مكلف اعتماداً على التصميمات الجاهزة، بالإضافة إلى كافة البنى التحتية اللازمة للحياة البشرية الحديثة المريحة تماماً. نحن على يقين من أنه يمكن حل مشكلة الإسكان من خلال تطبيق التكنولوجيا التي طورناها بأسلوب شمولي. تعتمد التكنولوجيا الخاصة بنا على فرضية استخدام مواد خام محلية، والتي توفر أيضاً تصدير هذه المواد إلى الدول الأخرى. لهذا السبب بأن إنشاء مدن جاهزة سيشكل سوقاً دولية واعدة. يسعدنا الرد على كافة أسئلتكم وتوفير تقارير حول كافة أعمالنا القائمة والتكنولوجيات عند الطلب.